هل فكر أحدكم في أخذ جمل من الصحراء لكي يعيش في البحر؟ أو أن يأخذ سمكة لكي تسبح في رمال الصحراء؟ هذا أمر مستحيل، فإن عثرت على سمكة عليك أن تعيدها إلى الماء، لأن محبتك لها لن تساعدها على العيش خارج موطنها. قد تستغربون كلامي هذا، ولكن بعد أن تشاهدوا حلقة اليوم ستفهمون قصدي جيداً. إذن هيا بنا إلى رحلة جديدة في أرض السعادة، تابعونا. بعد ذلك تبدأ باللعب وتقول إنها في المنزل. لست أفهم شيئا مما يحدث. ولا أنا. أخبريني أين منزلك يا عزيزتي؟ منزلي منزلي. هذا يكفي، توقفي عن القفز. جيد، عدنا إلى المنزل. أجل إنه منزلنا. منزلي، لقد اختفى منزلي. لا تبكي يا عزيزتي، أنت السبب لما أخذتها. يا مقصد، كنت أريد مساعدتها وحسب. لا تبكي، سنساعدك لتعثري على منزلك. ألم تذهب للبحث عن منزلها؟ بالتأكيد، يمكنك الاعتماد علي. انهض فورا أيها الكسول. زلزال زلزال، اهرب يا ماهر، انجو من نفسك. زلزال. هيا استعد، سنصبح ثريين. حقا؟ رأيت هذه الكرة من قبل يا سيدتي؟ كرة جميلة ومميزة، أأنت صنعتها؟ ليست بالكرة العادية، إنها تطير.
إنها تطير حقاً. لا شك في أنها نادرة وغالية الثمن. من أين اشتريتها يا عزيزتي؟ من الواضح أن السيدة أرنبة لا تعرف شيئاً عن هذه الكرة. لا أظن أن أحداً في قريتنا لديه معلومات عن منزلها أو عائلتها. ماذا لو كانت تسكن في الفضاء حقاً؟ من الأفضل أن تسأل الإيواز. أنت ذكي حقاً يا هاني. اتبعيني، ربما يعرف الإيواز البري أين منزلك. مرحباً، هل تعرفون هذه الكرة من قبل؟ إنها غريبة الشكل. في الحقيقة لم يسبق لي أن رأيت كرة تطير من قبل. آسفة، لا أستطيع المساعدة. لا أحد يعرف شيئاً عني. لا تقلقي، كينان سيحل مشكلتك. أن تفلت هذه المرة. لا داعي إلى الغضب. انظر إليها، إنها كقطعة نقدية. احذري. طيري عالياً، هيا يا صديقتي. طيري طيري، هيا ابتعدي، سيمسك بك هروبي. يسار، لا، إلى اليمين، إلى اليمين، إلى اليسار، إلى اليسار. إلى اليمين، إلى اليسار، إلى اليمين، إلى اليسار، إلى اليسار. ليس من عادتكما الخروج وقت الظهيرة. لا 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 شيء، أنا أتدرب على الرقص. لا 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 لا. جنان وكنان. زاهر، ماذا تفعل بهذه الشبكة؟ أمارس الرياضة لأحافظ على رشاقتي. رياضة الحصول على المال؟ كنت تحاول إمساك الكرة يا كاذب. كاذب! هاني، لماذا تظلمني؟ أردت أن أخذها إلى منزلها فقط. أجل، أنا وزاهر حزينان لأجلها. لعلهما يريدان مساعدتها حقاً. ما رأيك أن نمنحهما فرصة يا كينان؟ لطفاً منكما، ولكن في الحقيقة ليست هناك حاجة إلى ذلك. فقد قررنا أن نبقيها لتعيش معنا. يمكنها أن تعيش في منزلنا. لا نريد إزعاجكما. مخطئ، سنكون سعيدين بانضمامها إلينا. لا، لا أريد ذلك. ولم لا، باهر دب طيب وكريم. سيصبح كريما بعد أن يقوم ببيعه. بيعها؟ لست مطمئناً أبداً. لن نبيع أحداً. زاهر لا يفرق بين كلمة المساعدة والبيع. يا له من ذئب ظريف ومضحك. لقد أضحكتنا. أنت ذئب ظريف حقاً يا زاهر. في هذه الحال يمكنك أن تبيعها. سمعت، وافقت أن نبيعها. قصدت أنه يمكنك مساعدتها. لم يتعرف إليها أحد من قريتنا، وأخشى ألا يتعرف إليها أحد يا هاني. هذا لا يعني أن لا منزل لها. أنت على حق. أعرف. ماذا أعرف؟ أعرف أنه لو وجدنا شخصاً واحداً يستطيع أن يخمن من أين هي فستحل المشكلة. ليتك لم تتحدث أبداً. ربما إن عثرنا على شخص لديه الخبرة فسيساعدنا. ولكن أين سنجد هذا الشخص يا ترى؟ الحقوا بي. دعنا نبيعها، أقصد دعنا نعتني بها. دكتور نسيب. من يناديني؟ أنا جارك كينان يا دكتور. وأنا جينان. تفضلا، يمكنكما الدخول. يا لهم من نادر وغالي الثمن. ويتحرك وحده، إنه من اختراع الدكتور. أهلا بكم، تفضلوا بالدخول. شكرا لك يا دكتور. أظن أنكما في حاجة إلى المساعدة. أجل، نريد أن نعرف كم ثمن هذا المنزل.
تريد أن تفضح أمرنا يا غبي؟ دعني يا باهر أرجوك دعني. من أين لك بهذه الكرة الصغيرة؟ أريد منزلي. نريد إعادتها إلى منزلها، هل ساعدتنا؟ لم أرى في حياتي شبيها لها. تستطيع الطيران. آي، ساعدنا في العثور على منزلها. دعيني أمعن النظر إليها أولا. لدي الحل لذلك، سوف أستعين بهذه الآلة، إنها آمنة. نقلتنا إلى الفضاء مجددا. أتقصد أن هذا حدث من قبل؟ أجل، وبعدها تقول منزلي منزلي. أظن أنني عرفت من أين جاءت هذه الكرة. انظروا إليها، إنها من الفضاء الخارجي. ماذا؟ الفضاء؟ هل هذا صحيح يا عزيزتي؟ تذكري لنستطيع مساعدتك. أنا داعية. إن كانت من الفضاء الخارجي يجب أن تعود إلى مكانها في أسرع وقت. الفضاء الخارجي؟ الثروة. هل تستطيع أن تعيدها يا دكتور نسيم؟ بالتأكيد، سأصنع ليلة صاروخا وفي الغد نعيدها إلى الفضاء الخارجي. سعيدون جدا من أجلك. شكرا لكم. استيقظ، هذه فرصتنا الأخيرة أيها الذئب الكسول. يجب أن نسرق الكرة قبل أن يصنع الصاروخ. من هنا؟ نحن صديقا جنان وكنان، افتح لنا يا دكتور. آسف لن أفتح. إن لم تفتح في الحال فسنكسر بابك الثمين. أنتما شخصان سيئان. ألا يمكنها أن تبقى معنا؟ يجب أن يعود كل واحد إلى العيش في موطنه الأصلي. أنا أكره الابتعاد عنك. وأنا يا هاني. كوني حذرة كي لا تتوهي ثانية. إلى اللقاء. ما جعلتنا نحبك ورحت عنا هكذا. أعلم أنك حزين لرحيل صديقتنا الصغيرة، لكنها عادت إلى موطنها الأصلي الذي تحب، والأفضل أن نتمنى لها التوفيق.